وهنبدا بخبر حلو لكل الاهلاويه. فريق الاهلي حقق فوز كبير على الاتحاد السكندري بنتيجه 4-1 في المباراه اللي جمعتهم على استاد القاهره في اللقاء المؤجل من الجوله السابعه لبطوله الدوري الممتاز. بالفوز ده وصل الاهلي للمركز السابع في ترتيب الدوري، وتوقف رصيد الاتحاد عند 32 نقطه في المركز الخامس. النادي المصري البورسعيدي فاز على فريق تيم اف سي في المباراه الوديه اللي اقيمت بينهم على استاد الكليه الحربيه بالقاهره بنتيجه 4-0 ضمن استعدادات النادي المصري لمباراته امام بيراميدز بالجوله 22 من الدوري. والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن عبر موقعه الرسمي إيقاف قيد النادي المصري لثلاث فترات انتقالات، وده بسبب مستحقات التونسي رامي البدوي لاعب الفريق البورسعيدي السابق. البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات على ملعب النادي استعدادا للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بغلق ملف مباريات الدوري مؤقتا والتركيز في الفترة الحالية استعدادا لمباراتي نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي. والاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسند مباراة نهضة بركان المغربي والزمالك في إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية للسنغالي عيسى سي، واللي هتتلعب الساعة 8 مساء يوم 19 مايو باستاد القاهرة الدولي. فريق باريس سان جيرمان ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته أمام فريق بوروسيا دورتموند بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، مستفيدا من الفوز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة. اتأهل بوروسيا دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا وبينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني. أكثر من 55 ألف مشجع شاركوا في احتفالات نادي إبسويتش تاون بالتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز في شوارع المدينة وسط حالة من الفرحة العارمة، وده بمشاركة النجم المصري سام مورسي كابتن الفريق. نادي فلومينيزي البرازيلي أعلن عن عودة نجمه السابق تياغو سيلفا بعد فترة طويلة من التجارب الأوروبية واللي استمرت حوالي 15 سنة. وقع اللاعب عقد لمدة عامين مع النادي البرازيلي. وكده خلصت نشرتنا الرياضية.